مصطفى محمد وقفت هنا امبارح وقلت لكم الزملكاوي يقول مصطفى محمد والاهلاوي يقول اصل الحكايه اصله معار اصله مبنى نادي الزمالك. خلاص مصطفى محمد النهارده ما اصبحش ابن نادي الزمالك، اصبح ابن كل المصريين، اصبح النهارده وجهه مشرفه. طالع من نادي الزمالك، واحد من ابناء نادي الزمالك من وهو صغير، ولكن النهارده راح في حته تانيه خالص. زي ما قلت لكم في النادي الاهلي وبعض الانديه الاوروبيه عينيها على لاعبي النادي الاهلي، مصطفى محمد كريستال بالاس ابتدى يحط المنظار عليه ويتابعه، ودي فتره قصيره جدا في فتره لمح البصر. سيبكم من الدعابه وسيبكم من الهزار وسيبكم مصطفى كويس وسيبكم مصطفى مش كويس، ده في الاخر كلها حاجات احنا بنداعب بيها بعض هنا. ولكن مصطفى محمد النهارده في منطقة مختلفة تماما. مصطفى محمد اختار الطريق الصعب، كان ممكن يقعد ويطلب فلوس وياخد من الزمالك او من غير الزمالك، قال لا انا مش مهم الفلوس، انا طموحاتي واحلامي حتة تانية تماما مختلفة تماما. على فكرة مصطفى ان شاء الله باذن الله بنفس السيستم بنفس المستوى هيروح لحتة تانية، ساعتها اكيد هيشرف نادي الزمالك، ولكن من المؤكد ان هو هيشرف كل المصريين. برضو كلنا في ظهر مصطفى محمد وكلنا بنتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق.